أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة، وباعثها مستمع يقول: السائل أخوكم في الله عبد الرحمن عبد الله. الأخ عبد الرحمن يسأل ويقول: أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن وضع الألعاب التي في منزلي لابنتي الصغيرة، وبعضها يكون على شكل دبا وفيلة وغير ذلك من أشكال لعب الأطفال، هل تجوز هذه وهل فيها محذور أم أنها جائزة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اتخاذ الألعاب للأولاد تسلون بها أمر جائز ما لم تكن هذه الألعاب على صفة محرمة، وذلك كالصور التي ذكرها السائل، صور الفيلة والحيوانات وذوات الأرواح مجسمة أو غير مجسمة، فإنها لا تجوز بعموم النهي عن اتخاذ الصور وجعلها في البيوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وبالإمكان تأمين الألعاب للأولاد من غير الصور، من سيارات أو أشكال غير ذوات أرواح وأراجيح وغير ذلك. نعم.